الحرب والسلام، الملف السوري المشتعل والإيراني النووي وبينهما فرص إحياء المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية شكلت بتفاوت الأولويات بين الأطراف أساس تحرك وزير الخارجية الأمريكي الذي أسمع نتنياهو حديثا عن الأمن الذي يتصدر اهتمامات إسرائيل، وسمع منه حديثا عن إطلاق المفاوضات الذي ينشده كيري. نريد استئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين والتي بذلت فيها جهود جمة. أنا أريد ذلك وأنت تريد ذلك، وآمل في أن يرغب الفلسطينيون في ذلك. إن توافرت الإرادة سنجد السبيل. انتقال عدم الاستقرار من سوريا إلى لبنان والأردن يؤثر على إسرائيل، وانتقال الصواريخ الروسية والإيرانية إلى سوريا يهدد استقرار المنطقة، ونحن نتعهد بمعالجة ذلك. وعلى خط الوساطة الهادئة بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية يمارس كيري دبلوماسية شخصية ويضغط على الجانبين لمنع اتخاذ إجراءات من شأنها أن تعطل إحياء المفاوضات خلال أسابيع، وإن بدا أكثر حماسة في ذلك من فريقي الصراع. تعلمناها من زمان، تعلمناها من زمان، لا استيطان الأمريكان. على وقع أصوات عشرات المتظاهرين يهتفون ضد الضغوط الأمريكية والسياسة الإسرائيلية في رام الله، طلب كيري من الرئيس الفلسطيني تجميد أي ملاحقة فلسطينية قضائية دولية لإسرائيل واستمرار تدويل القضية الفلسطينية في مقابل لجم الاستيطان الإسرائيلي، وهو الموقف الذي تحمله أطراف دولية عدة في تحركات دبلوماسية مشابهة كبريطانيا وألمانيا وحتى الصين. زياد حلبي، العربية، القدس المحتلة.